المنبر العالي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العالي بدرب آل المصطفى، المنبر العالي. صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. توجد قاعدة عند علماء الأصول أن الحكم إذا ترتب على وصف فمعناه أن الوصف علة للحكم. خلي أقرب لك المعنى. يعني أنت لما تقول للواحد اكرم المحسنين أو اكرم العلماء، معنى ذلك أن هذا الأمر بالإكرام لأنهم علماء. نبه لي زين. هذا الأمر بالإكرام لأنهم محسنين، يعني علة الأمر بالإكرام لأنهم محسنين، لأن محسن يستحق الإكرام، لأن عالم يستحق الإكرام. زين. فعلة الحكم شنو؟ الوصف هذا نفسه. محسن يتصف بأنه محسن. التفت لتعبير الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ترى أكو أحيانا بعض التعبيرات قد تتصورها مترادفة لكن هي مختلفة. يعني أكو بعض الناس لما تسأله بناء ابن آدم والإنسان يعني بمعنى واحد، تقول هذا ابن آدم مثلا أو تقول هذا إنسان، يعني عود معناه واحد. لا، أحيانا مو هالشكل. أحيانا المقصود ابن آدم يعني هالكيان هذا اللي يمشي ويقعد ويأكل وينام، هذا ابن آدم. لكن الإنسان لا، إنسان يختلف. الإنسان اللي عنده إنسانية. نبه لي. تمر عليك طبعا بيت أبو الطيب المتنبي: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. هو صحيح، تلقى أكو ناس هواية، لكن هالناس الهواية شقد أكو بيهم من صفات الإنسانية. يعني قد تلقى لك واحد كامل الهيئة، كامل الشكل، كامل البجة، شوفه شكل وسيم، جسم عريض طويل مثلا، لباقة حصافة عنده، لكن لما تبحث عن سلوكه تلقاه سلوك وحش من الوحوش. نعم، مو سلوك بني آدم، لأن بني آدم المفروض أن عنده نزعة إنسانية، المفروض أن يتميز عن الحيوان. إذا صار البناء الحيوان أحسن من عنده، هذا يسمي آدمي؟ حرام. يعني إيش ما تمام.
تمام يأكل حيوان يأكل ويمشي ويعيش على الأرض، لكن ما بي من خصال الإنسانية شيء. وكم ترى خبا في ثياب ابن آدم، ولكن يصيح الذئب تحت إهابه. هو صحيح تشوفه هذا لابس ملابس آدمي، بس تعري يطلع ذئب، مو ملابس بني آدم. نبه لتعبير الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. المقصود بصيرة هي اسم جمع، ولأنه هاي الهاء مثل علامة مثلا، فهامة. بصيرة يعني أن الإنسان اللي عنده إنسانية هي الإنسانية رقيبة عليه، ما يحتاج تربيه أو تراقبه، إنسانيته هي رقيب عليه، هي اللي تربيه، هي اللي توجهه، لأن عنده إنسانية. ولما عنده إنسانية معناه عنده رقيب على نفسه. وأنا أكد لك هاي النظرية جدا مهمة. كيف نظرية مهمة؟ يعني الآن أنت لما ترجع إلى القوانين أو إلى الدول اللي نسميها دول متحضرة، طبعا الدول المتحضرة مو حاطة على كل واحد شرطي يراقبه أبدا، إنما لأن إذا كان كل واحد شرطي يراقبه معناه مصيبة، هاي كارثة. يعني شعب مثلا 20 مليون، تحط له 20 مليون واحد يراقبه ما يمكن. فشنو اللي يراقبه؟ تراقبه التربية. أنت هذا ربيه، إذا ربيته وحطيته بإطار صحيح هده خلاص كل شيء. التربية هي في حد ذاتها ضابط من الضوابط الاجتماعية، هي الضابط الاجتماعي التربية، اللي الإنسان إذا أصبح متربي يعني أصبح يمشي وفق نمط أخلاقي، نمط انضباطي، لأن الأخلاق أفضل مربي للإنسان. وأكد لك الأمة التي تنحشر عنها الأخلاق تنحشر عنها الحياة، تموت، لأنه الحياة هي مو أكل وشرب. الحياة إذا كانت بس أكل وشرب لا، الحيوان يأكل ويشرب. مفروض الحياة تعاطف، تراحم، مودة، صدق بالمعاملة، كون تشعر أنت بالأمن بأنك تعيش بين بني آدم، بين أناس، ما تعيش بين وحوش. أما إذا صار الإنسان يعيش بين وحوش، الحياة تحولت إلى غابة، انعدمت فيها المثل وتحولت إلى غابة. وبالفعل هذا هو اللي واقع بالفعل. مو أكو بعض الناس يقول اشتهوى هالكثر هالإلحاح على ضرورة تركيز التعاليم الدينية؟ المفروض أكو قوانين، أكو معارف، أكو تربية، وكلها تلعب دور في تهذيب الإنسان. قل لا، وين هذا تلعب دور في تهذيب الإنسان؟ وين؟ شو تتأمل أنت هذا الإنسان اللي جاي نشوفه الآن في أرقى الدول اللي نعتبرها دول ذات أصالة وذات عراقة بالحضارة، تلقاها تتعامل مع الناس تعامل قائم على النفع، قائم على المصلحة. إذا اقتضت مصلحته أن يحرق لأمة يحرقها كلها، ما احتمال أبدا، يحرقها بأجمع، لأن المصلحة اقتضت هذا المعنى. إذن أين هو العلم؟ أين هي الثقافة؟ أين هي الأخلاق؟ المفروض أن التركيز على التعاليم الدينية المقصود من عنده أن الدين يخلق في نفس الإنسان رادعا. يعني تنبه لي، مو أكو فرق بين دين وبين لباس دين، فرق. أكو ناس قد تلقاه مثلا يحمل شعارات، يعني كنا في بعض البلدان الإسلامية، يوصيني واحد من زملائي، كانت عندنا دورة دراسية، يوصيني واحد من زملائي يقول لي: الدكان اللي تشوف عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ويد الله فوق أيديهم هالآيات لا تشتري من عنده، لأن هذا ينهبت كلك. فضاع والله، فضاع. يعني متاجرة بالخلق، ومتاجرة بالقيم، ومتاجرة بشريعة السماء. وواحد لا والله تلقى أكو عنده مثل، أكو عنده دوافع واقعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: الدين المعاملة. إذا تريد تعرف واحد عنده دين أو ما عنده دين اختبره بالمعاملة.
إذا شفت عنده انضباط وعنده صدق وعنده وفاء وعنده امتناع عن الشحت والحرام، تعرف هذا عنده دين، عنده التزام. لأن الدين هو شنو؟ الدين ثمرة الالتزام، يعني الدينونة والعقيدة بضرورة المحافظة على الخلق والاستقامة. طيب هذا هو الهدف. ولذلك ألفت من المفسرين رائعة يقول أن هذا الحكم بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن هذا إنسانيته، هذا إنسانيته هي اللي تربيه ويلغي من أجل إنسانيته، يلغي كل الأمور الأخرى اللي تقف في طريق الإنسانية. يا أخي خلي أضرب لك مثل، يعني احنا نعرف الإنسان عاطفي، الإنسان جموح، الإنسان يريد ينتقم. انت إذا شوية دعرت في كرامته خلاص تحول إلى وحش، زين. لكن تلاحظ اللي عنده صدق دين شكل آخر. مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من بعد واقعة الجمل، لقى طلحة ممدد سريع، زين، مقتول. مو مقتضى القاعدة هذا الإنسان اللي هو عبارة عن غرائز وجموح عواطف إذا مر على منظر من هذا لازم يشمت أو يشوي مثل ما شوى أبو سفيان. أبو سفيان مر على مصرع الحمزة، أخذ له رمح حطه على خده، انتشى عليه طلع من الجانب الثاني، يقول له ذق يا عقق. هذا غرائز، هذا 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 فكتلة فالجاهلية تمشي على الأرض، مجموعة من الغرائز. ومر الإمام علي بن أبي طالب وشاف الطلحة، قالهم قعدوا لي، قال له قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ أعجز علي مصرعك يا أبا محمد، أنت رفيق سلاح وما كنت أتوقع أن أشوفك بهذا المنظر. يا أخي هذا أرجوك، يعني علي بن أبي طالب مو نازل من السماء، إنسان رباه الإسلام، هذبته الشريعة، هذبه الخلق، نعم، خلق من عنده ألق، خلاه يفيض ألق، يفيض عطاء. إذن الواقع أن ما يقف في طريق الآثار الدينية، كل الدين جيلة يبعد عن الطريق إذا أكو دين صحيح. لذلك الإنسانية لاحظ هالعامل، بل الإنسان على نفسه بصيرة. طيب من بعد هالمقدمة خلنا نجي إلى هذا المقطع، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كأنه أكو بي للمفسرين آراء. الرأي الأول أن هذا المقطع هو اللي يحدد التزام الإنسان بالاستجابة إلى الأحكام الشرعية. شلون؟ خل أوضح لك. طب واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا أريد منك أن تحدد لي المرض الذي يصح معه الإفطار، المرض اللي الإنسان يفطر معه بحيث يكون مبرر للإفطار، شنو هو؟ قرأ للإمام سلام الله عليه الآية، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال له أنا ما أقدر أحدد لك في مثل هذا، هذا الإنسان يعرف، هذا عنده جسده وعنده مدى من المعرفة يقيش بي أن هذا المرض يضره أو ما يضره. الآن لو الطبيب قال لك أن هذا المرض يضرك وأفطر وأنت تعرف أن ما يضرك، نعم، لما ما يجب عليك اتباع قوله. ولو بالعكس قال لك أن هذا المرض، نعم، لا يضرك فأنت صوم وأنت تعلم أن يضرك، لا، يتعين عليك أن تفطر. فالمسألة مربوطة إلى بالإنسان نفسه، هو يحدد مدى استعداده للالتزام أو لياقته لتطبيق الحكم الشرعي عليه. أكو عنده لياقة؟ أنا أعرف نفسي عندي قابلية لما أريد أروح، عندي قابلية الآن أطلع منا إلى أن أقطع المسافة وأروح إلى الحج، لو ما عندي قابلية. إذا عرفت نفسي ما عندي قابلية، لو كل الناس تقول لي لا ما يصح أني
أترك القطع اللي موجود عندي وألتزم بأقوال الناس، لأن ما وراء القطع حجة، هذا حجة. زين، إذن كأن البعض يقول أن مدى الالتزام بالأحكام الشرعية موقوف على مدى معرفة الإنسان للياقته لقبول الحكم الشرعي، عند لياقة أو ما عند لياقة. أنا أعرف أن الإسلام يحثني، الإسلام يحثني على أن أبدأ بأهلي وأبدأ بعيالي، زين، بالنفقة، زين، وأبدأ بنفسي. لكن أنا أعرف من نفسي أن عندي فاضل على أهلي وعلى عيالي، وأعرف أكو من يحتاج للنفقة، يتعين علي، أنا اللي أحدد واجبي، ما يحتاج الدين يدفعني، ما يحتاج الدين يدفعني. أرجوك مثلا على سبيل المثال المعروف عن عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، أما هذول فرد بيت مميز، والله والله أكو عندنا بيوت في الشيعة بالواقع يعني بيوت تطهر الدنيا كلها، نبهلي، والله تطهر الدنيا كلها، ألق كلها وضائع. يعني هالبيت هذا فد بيت عجيب في باب هذا عدي، فد كتلة من الفخر. هذا عدي كان يصل به الأمر أن يشوف له قرية نمل بجانب باب بيته، قرية ما النمل ثقيل يطلع منه نمل، يفت الخبز ويطلع يطعم النمل، يقول هذا جاري، أكو حقوق للجوار، هذا جاري لازم أطعمه ما يبيت جوعان. ولين هذا تشمع أبوه على كفره، أبوه يقول، هو أبوه هذا عندما يقعد أبوه كان يحمل هالروحية هاي نفسها، هو شل الطارق المعتر، يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجمري أأبسط وجهي، إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. وتلاحظ أن هذا الرجل يجود بطعامه المخصص إلى ليعطيه لغيره، يقول أنا قرية تمام، هاي قريتنا لكن هاي عدها جوار. يعني قد أنت الآن هذا المعنى لما يقرأ واحد عايش بالحضارة الغربية يقول هذا هوس، هذا نمط من الهوس ومن العقل المختل، وهذا ما يعرف القيم اللي عايشين بها، وآخر تعرف كل منطقة لها قيم. هذا يقول قيمة من القيم أن هذا جاري، ولما يكون جاري أنا أطعمه. أرجوك هذولة لما يجي لي الأمر بالإنفاق ويعرف أنه ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هو بعدين يحدد من بعد هذا الحد شنو، هو على نفسه بصيرة، يعرف عندما يخرج عن هذا ما يزود عن هذا قدام باب الخير منفتح، لا ينغلق على نفسه، لأنه إذا انغلق على نفسه يعني شد على نفسه باب الخير. أنت شئت أم أبيت باشر راح تموت على كل حال، راح تموت على كل حال. ولما تموت تعرف هاي هو بدهية مرد لا، وتعرف أن العركة تصير على القبر، راح الله وكيلك على القبر، أنا الطين اللي إلي وخذ اللي إلك. طيب يا أخي ما يحتاج بعد أنت إلا واحد يعظك أو إلا واحد يرشدك، هذه عبر ماثلة أمام عينك بصورة عملية، ليش ما تتحرك؟ شنو النتيجة؟ عود الظل بعدين أنت فاتح عيونك وتعاين خلافي منه يصدق علي ويرحمني، والله لا يا أخي، هذا يجيك يقول لي جاءني هذا المال حلال، أنا شو علاقتي بغيره؟ على العموم، إذن الحاجة إلى مدى معرفة قبول الإنسان أو استعداد الإنسان للحكم الشرعي، وين هذه؟ هاي نابعة من النفس، من الإنسان نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. زين، هذا رأي بأن المقصود به أن الإنسان على نفسه بصير. الرأي الثاني لا، المقصود بل الإنسان على نفسه بصيرة أن لا يقتنع الإنسان بمبررات لا يؤمن هو بصحتها. شلون؟ خل أوضح لك. يعني مثلا سألوا عبد الله ابن عمرو بن العاص، قالوا له تعال وانت طالع تقاتل علي بن أبي طالب، شنو اللي دفعك والحال أنت تروي وشامع
بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهذا الرجل يا علي إن الحق يدور معك حيثما تدور. زين، لما تعرف أن الحق يدور مع هذا الرجل حيثما يدور كيف وأنت لعلك أحد رواتها، كيف تطلع إلى قتال علي بن أبي طالب؟ يقول أنا الله أمرني بقتاله. قالوا له شلون؟ تقول لنا شلون؟ قال مو الله عز وجل أمرني بإطاعة أبي؟ قال تمام، أمرك بإطاعة أبوك. قال أبوي أمرني قال لي اطلع قاتله، معناه الله أمرني بصورة غير مباشرة. يعني أنت مصيبة لما مثل هذا يسموه فقيه، مصيبة. يعني هل يعني عندنا من هالنمونة أكو فقهاء هواية ترى من هالنوع روعة، لحية وثوب قصير ودق حكي بلا طعم، الله وكيلك بلا طعم، تريد تعرف أن هذا مدى علمه شنو؟ تقول له يا أخي يقول لك اتقلها، هي مو مسألة أربع أحاديث تعرفها، هذا فن إلى أبوابه، هذا فن إلى مداركه، هذا فن يريد جهد، يريد علم طويل، مو مسألة يوم يومين. فقهاء يقضون عشرات السنين ومع ذلك يتورعون عن الفتيا. أنت لمجرد أن تشوف لك حديث رأسا القفت هالحديث هذا وقمت تطي آراء، لا يا أخي لا، مو الشكل، المسألة مو سهلة، مسألة مو كل من اطلع على كتابها كبرى مال طب صار طبيب، لا، فروض أكو دورات، أكو تطبيق، أكو معلومات، يا الله يقدر يطلع وبعدين يبدأ يطبق، يا الله يقدر شوي شوي ينمي معلوماته، ما يصير بأربعة أيام تصير فقيه، هذا البلاء، هذا البلاء الذي لا حدود له يعني في واقع الأمر. فهذا من هالنوع اتأمل، انت وين أدلتك، وين فهمك للدين؟ آخر وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مو على إطلاق طاعة أبويك، مو على إطلاق، هاي مقيدة بما لا يصطدم مع طاعة الله. طبعا الله عز وجل وضع لك قواعد، امشي ضمن هالقواعد. وأنا أعتقد أن عبد الله ما كان يؤمن بما يقول، لكن يريد مبرر إلى طلعت للقتال، لما طالع يقاتل علي ابن يريد لفد مبرر، لما يريد لمبرر، شنو المبرر؟ المبرر أني أبوي أمرني بقتاله، ولكن الله عز وجل أمرك بالكون مع المتقين والتمات تبعت أمر الله، وكونوا مع المتقين، وين هذا إمام المتقين؟ شلون تطلع تقاتله؟ هاللون من العمل الذي لا يقتنع الإنسان بصحته، أنت تقول ما لا تعتقد بصحته. أرجوك أنا الطبري، يعني لما أريد أمر على مؤرخ مثل الطبري، الطبري يقول لي أن مالك بن نوير رضوان الله عليه لما انقتل جابه وراسه حطوه منصبه أثفيه، يعني منصبه تحت القدر، وقاموا يوقدون النار. يقول اشتعلت النار من الصبح للمغرب ما وصلت الراسة، لأنه كان كثير الشعر. أرجوك لا، يعني هذا واحد هذا واحد يعتقد بما بصحة ما يقول؟ أكو راس شعر من الصبح لليل تشتعل به النار وما ما ما ينتهي؟ اشتهوى ليش الشكل؟ بعدين أنا أنت ليش أنت تحط إيدي على بركان؟ أنت جاي تحط إيدي على مفاعل، أنت أنفجر. أنا إذا شفت أنا أنفجر إما بعقليتك أو بديني، أقول هذا تاريخنا، أنا الآن شاب مثقف مثلا، أجي أفتح كتاب تاريخ هذا سيد المؤرخين، وإذا هذا يريد يعلل لي بأن هذا الراس اشتعلت النار من الصبح لليل وما وصلت إلى لأن شعره وآية، أقول هذا إما أبله وأنا ما أخذ تاريخي من أبله، وإما رجل ما عنده ضمير، هذا ما يقدر يحط صبعه على الدنبلة، يعرف السبب، ما يريد يعطي هذا الرجل كرامة، لأن إذا أعطاه كرامة معناه مقابلة، معناه مقابلة. أرجوك رجل مسلم ينقتل ومن بعد ما يقتل يصنع برأسه هكذا ويبيت بزوجته عروس، وبعدين تالي يقال أن هذا سيف من سيوف الله، ما أدري. على العموم كارثة عندنا في تاريخنا، كارثة عندنا، كوارث مو كارثة. فالإنسان إذا لم ينتهي، الإنسان إذا كان يجد يلتمس مبرر لا يعتقد بصحته،
شي يقول له؟ يقول له القرآن الكريم بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الواقع ما يحتاج أن واحد يقول لك أنت غلطان، أنت تعرف أنك غلطان، ماكو داعي، ها؟ لا تلجئ الآخرين يقولوا لك غلطان، أنت بصيرة على نفسك. رأي آخر لابن العربي المالكي المفسر المعروف يقول لا، أن المقطع هذا إلى علاقة بالإقرار، يعني أنا الآن لما أقر على نفسي، أقر على نفسي مع شروط الإقرار، يعني أجي أقول أنا هذا العمل سويته، لما أقر على نفسي لازم شروط الإقرار متوفرة. شروط الإقرار البلوغ والكمال اللي هو العقل، نعم، والحرية والاختيار، إذن شروط الإقرار. إذا توفرت شروط الإقرار، نعم، هو على نفسه، بس هو ده يشهد يعني على نفسه، لأن الإقرار شهادة على النفس، الإقرار شهادة على النفس، يعني إقرار المرء حجة عليه، فهو على نفسه بصير إذا أقر. إذا اعترف، فإذا اعترف هو وأقر، ما أجي أقول لي ليه تعال أنت مشتبه، لا لا، أنا مقر، أنا مقر على نفسي. يقول له لا أنت لا غلطان، مشتبه، تمو يعني شوية راجع فكرك، أكو داعي لهذا. الإقرار المرئي على نفسه حجة. في مثل أكو حالات معينة إذا رجع بيها عن الإقرار يقبل رجوعه، وحالات لا يقبل رجوعه. فقسم من المفسرين يصرف الآية المن إلى هذا المعنى، يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. تقلت الآية الكريمة للمقطع الثاني أو الآية الأخرى، الآية الثانية، ولو ألقى معاذيره. ألقى معاذيره شنو؟ ألقى معاذيره أكو بيها أيضا آراء، كأنه رأي من الآراء بأن الإنسان يلتمس لنفسه العذر لعيبه ولا يلتمس للآخرين العذر لعيوبهم. ها؟ ماكو عندنا احنا المثل يقولون فلان يشوف القشاية بعين غيره، لكن اذا جدع بعينه ما يشوفه. زين، اكو من هالنوع، اكو ناس والله، وهذا تاريخنا الحمد لله غني بهالمعنى. زين، غني. هسه خلي اضرب لك فد مثل بسيط، فقهاء المذاهب الأربعة بصورة عامة، المعنى سبق أن تعرضت إليه، فقهاء المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن إيقاع العقد الزواج بالصيغة الدائمة لفظا مع النية بالتحديد، يقولون هذا غير قادح في صحة العقد. يعني أنا أجي أعقد على امرأة، أعقد عليها أنه أنا أتزوجك لمدة شهر أو لمدة يوم أو يومين أو لا العفو، أعقد عليك أنا راح أتزوجك، لكن في نيتي أطلقها بعد ساعتين، وفي نيتي أطلقها بكرة. هي تدري؟ نعم، يعني أكو تواطؤ، المرأة تدري وأنا أدري والعاقد يدري، كلهم يدرون أني أنا أعقد عليها، تقول لي زوجتك نفسي، وأنا أقول قبل تمت هاي العقد ظاهرا، لكن انا نيتي هالعقد ما راح امدده اكثر من ساعتين ثلاثة، وهي تعرف ايضا، واللي عقد يعرف والولي يعرف. يقول هذا صحيح، جدا صحيح، كل بأس، ما بي سليم والعقد سليم. طيب شا علي من هالهرجة هاي؟ الشيعة زنات، الشيعة عندهم كذا، الشيعة. طيب اذا كان يعني هذا ابرز العقد وانت ما ابرزته، هذا حدد باللفظ وانت حددت بالمعنى، يعني هذا صح وهذا غلط؟ تتأمل، شوف، لاحظ لما واحد ما يريد ينصاع إلى الحق، يعني ما يريد، أنت تريد تقول لي أن هذا العقد تترتب عليه آثار فاسدة لأن العقد من هدف من أهداف الدوام، تشوت هدفك بعد ساعتين ما يخالف، يصح. هاي يقولون أكو واحد من رؤساء الطوائف، ما أحب أجيب اسمه، يقولون هذا بالهند من رؤساء الطوائف، هذا يشرب خمرة، قالوا له تعال
انت شو من رؤساء الطوائف شلون تشرب خمره؟ رجل دين مثلا قال لا، الخمر اذا وصل الى فمي يتحول الى ماء. مصيبه. هكذا. على كل حال، من هالنوع ما شاء الله اشقد اكو. يعني انت لما ترجع تجد كثير من الناس ينقد نقد لاذع لغيره، وينقده بما هو عنده، لكن ما هو عنده لا، هذا ما يعتبر نقد اطلاقا. كما عند غيره لا، يعتبر هذا باطل وخطأ، وأن هذا أقدم على محرم. هذا الظاهرة، هذه ظاهرة في الواقع. شنو منين ناتجة؟ ترى هاي فرع من فروع الأنانية، أن الإنسان الأناني يحب نفسه، ولما يحب نفسه ما ينظر إلى عيب من عيوب نفسه أبدا. ها؟ إذا لا والله نظر إلى نفسه نظرة موضوعية، يقول أنا حالي حال غيري، إذا كان غيري أخطأ أنا أنقده، يقتضي أنا لما أخطأ أنقد نفسي أيضا، شو الفرق بيني وبينه؟ لكن هذا فرع من فروع الأنانية. الأنانية إذا طغت وترفع معها الإنسان نشي عيوبه وفتح عينه على عيوب الآخرين، ونظائر لهذا المعنى بالمئات من النظائر. يعني جملة من الأمور أنت تجد طائفة تنقد بها طائفة أخرى، والمفروض أنها موجودة عنده. والله أنا أتخطى أشوف حتى بعض فقهائنا عند لفتات رائعة. أنا شفت مثلا واحد من مفسرين يجي إلى هاي الآية الكريمة، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يقول تطبيق هاي الآية الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، هاي تطبيقها على الإمام علي عليه السلام، لأن هو ابن عم رسول الله، اجتمع له مع النبي النسب والصهر، زوج ابنته. يجي هذا الفقيه من فقهنا أو المفسر يقول أبو بكر كذلك، أين هم اجتمع له ابن عم النبي؟ نعم، وهم بنت زوجة النبي. فأنت تريد تلتمس للإمام علي فرد شيء هو في الواقع لا جودة ولا ينقصه، غير هم عند هذا المعنى. تطلب للإمام علي، طلب له ما ينفرد به. هذا الرجل هو قمة من القمم، أي ذرة من ذرات كيانه هو قمة. لا تلتمس لفرد أشياء قد يكون يشارك غيره بها. مثلا هي مجرد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما ارتفع بزواجه من الزهراء. إذا كان بعض الناس يتصور أن الإمام علي مثلا بزواجه من الزهراء ارتفع، لا، بالعكس، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للزهراء زوجتك خير الناس من بعدي. نعم، وهي مغمورة، هي أحد الناس. فمو معناه أنا ألتمس للإمام علي شيء موهوم وأرجع له فضيلة إليه، لا وحياتك. هذا الرجل منذ واجه هذه الحياة تفجر عطاء، كان قمة من يومه الأول. نعم، تفجر عطاء في كل جوانبه، فمو قحط ألتمس لشيء موهوب. لكن أنا تهمني موضوعية هذا المفسر، تهمني موضوعيته، تهمني. نعم، أن إنسان يقول لك إذا كان لشخص عنده شيء أنا ما بخشه، وبنفس الوقت أنا ما ألتمس للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قضايا موهومة. طيب أرجع للموضوع. إذن ولو ألقى معاذيره، هذا رأي ثاني. الرأي الثاني لا، ولو ألقى معاذيره، يعني ولو كتم المعاذير الشتور، اسم من أسماء الشتور المعاذير، يقول حتى لو يشتر نفسه بشتور ويتصور أن هاي الشتور تحجبه عن واقعه، تحجبه عن عين الله، تحجبه عن ضميره، تحجبه عن نفسه، هو غلطان، لأن الله عز وجل خلى جلده يشهد عليه. نعم، والله رقيب عليه بعد، والملكان رقيبان عليه، وضمير رقيب عليه،
وأنا أأكد لك ترى ماكو عذاب أعظم من عذاب الضمير. خلي أروي لك حادثتين. الحادثة الأولى رون بنجرام، هذا اللي كان يعتبر أبو القنبلة الذرية، زين، هذا مولانا هو مهد لصنع القنبلة الذرية. لما مهد لها كان يتصور أن هاي راح تستخدم للأغراض السلمية، تستخدم مثلا بالمستشفيات لعلاج الأمراض، مثلا لعلاج الأورام. هذا الرجل فوجئ بأن تجزئة الذرة أدت إلى صنع القنبلة، وبالتالي ضرب بها مدينتين باليابان وراح عنها المدينتين بلحظات. شاف الدمار الهائل بناغازاكي والثانية، نعم، شاف الدمار الهائل اللي وقع بيهن. الرجل جن جنونه، ثار عليه ضميره، بدأ يفكر شنو التخلص، بدأ يفكر أن هذا السلاح إذا انحصر بيد واحدة راح تدمر العالم. يريد يخلق توازن. شرب بعض الأسرار الذرية إلى المعسكر الشرقي، نعم، وطاها إلى روسيا وإلى المعسكر الشرقي. في بعد ذلك أحسوا بي، لزموه هو وزوجته اثنينهم، حاكموهم وحكموهم بالإعدام. نعم. هذا شنو اللي ثار عليه؟ ثار عليه ضميره، الضمير، الضمير، تنبه لي، الضمير في واقع الأمر يلعب دور، الضمير يلعب دور الرقيب ودور المحاسب. هذا المعبر عنه بالآية بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. هاي النفس اللوامة عبارة عن الضمير، الضمير يثور إذا ثار على الإنسان يقلق، ما يخليه يهدأ. ولذلك تلقى بعض الناس يجرم وما يقدر يسكت، يروح يعترف، لأن ضميره يعذب اللي يبقى الليل. يعني قليل تلقى من، لا تتصور أنت واحد ما عنده ضمير، لا، لكن أكو واحد لا تضغط تربية الفاسدة على ضميره وتخلي ملبس بالإثم، وإلا غالبا أكو ثورات للضمير. لابد مر عليك قضية الحجاج. الحجاج لما جابوا له سعيد ابن جبير رضوان الله عليه، سعيد ابن جبير أدخلوه عليه مرة، وكأنه قبل ما يوصلوه إلى الحجاج مرة وبدير راهب ودنيا ظلمة، الراهب قال لهم هاي الأرض مشبعة، هنا كلها شبع، وأنتوا ما تباتون هنا، تجون تساعدون عندي بالدير، لا نصير الصبح روحوا. قالوا للسعيد يلا اصعد معنا، قال لهم أكره أن تطأ قدماي أرض مشرك، ما أحب، هذا بيت مشرك ما أحب أدخل إليه وأشوف قدامي مثلا مظاهر شرك، خلوني برا. قالوا له نخشى أن تهرب، قالوا لا أطمئنكم، أنا عندي ما يمنعني من الهرب أبدا، أنا أعهدكم أني لا أهرب. وفعلا فعلا يقولون المؤرخين، ومو مؤرخي الشيعة هم ترى، مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى، يقولون بات تلك الليلة والشباع تبصبص حوله، ما تناله، ما تمد يدها إليه، لبوة وأشد ما فتك به. وصار الصباح، نعم، نسلوا واجوا ياهم سعيد بن جبير، ادخلوه على الحجاج، رفع رأسه، قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل شقي بن كسير، قال له امي اعلم باسمي، قال شقيت وشقيت امك، قال له انك لا تعلم الغيب، ليش تحكم على امي بالشقاء؟ قال بلى أنا أعلم الغيب، قال لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، قال أبيت أن تصدقني؟ قال لا والله أبيت أن أكذبك، ما أحب أن أكذبك. قال لا أخبرني أي الخلفاء أحب إليك؟ قال أحبهم إلي أرضاهم لخالقي. قال ومن أرضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال له أنت ما تريد تحتاج، يعني ما تحتاج أن تصدقني وما تحتاج أن تواجهني بوضوح،
نعم أنت مصر على أن تغالطني، أي قتلة تحب أن أقتلك بها؟ شلون تحب أن أقتلك؟ غريب والله. سيدينا خلال البحث شوف مع الأسف نمط تفكيرنا، قال له والله شلون تحب الله يقتلك أنت أيضا اقتلني، لأن الله لا تقتلني قتل إلا ويقتلك الله بمثلها. قال اضجعوه إلى الأرض ودوه هناك واضربوا عنقه. وضحك، قال ليش تضحك؟ قال لي والله أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. ليش شاكت عنك؟ ما أدري شنو المصلحة، ما حتما أكو مصلحة، لكن ليش شنو؟ الله وكيلك، الدنيا بيها مثل ما بيها محطات ألق بيها محطات جيف، والله شهيد الله محطات جيف ينقشون الإنسانية بكاملة. على العموم قال اضجعوا إلى الأرض فقرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وجهوا لغير القبلة، قال أينما تولوا فثم وجه الله. النتيجة ضربوا عنقه. لما قتلوه، تعال شوف أنت الآن المؤرخين عندما يمرون جملة، أكو من الكتاب وممن يعيشون بالقرن العشرين، إذا مر بسيرة الحجاج يعبر عنه بأن إداري حازم، ويعبر عنه بأن رجل كان ملئ إهابة ملئ ثيابة. وهذا الواقع اللي لما دخلت عليه غزالة الخارجية، دخلت عليه امرأة شبيب الخارجي، دخلت عليه بعد قتل زوجها لما نهض عليه، هرب هو هرب. ولذلك يعبر عن الشاعر يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافري، أبيات معروفة. هلا برشت إلى غزالة بالوغى بل كان قلبك في جناحي طائري، كانوا يهجوا بها على الحادثة، دخلت هاي عليه غزالة، جابوها شبية دخلت عليه مطرقة، قال لها ارفعي رأسك، قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. إيه وقفت ويا موقف غاية بالصلابة هالمرأة. هذا النتيجة اللي عدوا أن ملء إهابة ويعدوا بطل وملء إرادة. على العموم لا شوف نمط التفكير، يعني هذا المؤرخ لو عنده عامل إنساني كان ينظر إلى هذا من زاوية أخرى، يقول هذا اللي عاش كله مثل ما يعيش الذئب ملطخ بالدماء، هذا أنا أسميها بطولة وإنسانية، وهو نزل بالساحة قاتل يجيبوا للناس ويضرب بأعناقهم، هي هاي البطولة؟ ها؟ وهي هاي البطولة؟ نعم. اتأمل النمط الغلط، يعني بتعبير آخر الروح المسخ اللي موجودة عند بعض مؤرخين الذين تعروا عن الإنسانية، يعبر عن هذا بأن إداري قدير. موضع الشاهد، هذا الرجل من بعد مقتل سعيد ابن جبير ما عاش إلا أيام قلائل، الليل كله يصيح مو ينام، يثور عليه ضميره، شي يصيح اختنقت أريد هواء. نعم، إن سعيد ابن جبير آخذ بعنقي ما يخليني أنام ما يخليني أهدأ، ويقعد إلى الصباح على هذه الهيئة. عاش من بعد 15 يوم وذهب إلى أليم عذاب الله. نعم، شوف يقظة الضمير شلون تلعب دورها، قطعا يقظة الضمير، لأنه على شنو هذا يقتل؟ هاش قد قتل هو، لكن ما قتل شخصا يعني كان متلبس بالفضائل وكتلة من الخلق مثل سعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير نمط عالي جدا. هذا والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول مات وثلث أهل الأرض محتاجون إليه، زين، ويمشي مدح ويذكر ويذكر ويذكر، تدري بالأخير شو يقول؟ يقول ولكنه رافضي خبيث. قل يا أخي تعال هنا أنت، هذا يعني اللي تنعت أكو عنده أكثر من أن موالي لأهل البيت. إيه أهل البيت منين هم جايين؟ أهل البيت مو ياهو، يعني
إذا من منطلق إسلامي هذول بيت الوحي، هذول بيوت آل محمد الواقع هي بيوت الوحي، هي بيوت نزول القرآن، هي بيوت الحكمة، هي بيوت الصلاة، منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والصلوات. مو الشكل هاي المنازل المملوءة بيوت آل محمد اللي كلها علم وحلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بيوت كلها مملوءة علم وتقى وخلق ونبل. طيب إذا من منطلق إسلامي، إذا من منطلق عربي، دول سادة العرب مو الشكل. إذا من منطلق إنساني، نعم اقرأ شوف فكر هذول شنو. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. تنبه لي تملاحظ هالخفقة الإنسانية. هذا عدوك يقول مملوء شر، رد شر بالإحسان إليه. أرجوك أي عامل إنساني أكثر من هذا العامل؟ مو إحنا نكبر بعض الشعراء اللي واحد من عندهم يقول إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. هذا فعلا تلاحظ أن هاي نبضة إنسانية ولعلها مجرد نظرية قد يكون تنحشر بالتطبيق، لكن علي بن أبي طالب لا، مو مجرد نظرية. عندما يقول عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شرك بالإنعام عليه، بعد إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. يا أخي أرجوك شو السمو هذا؟ وين تلقى أنتها السمو؟ فمن يا منطلق إذول، هذا المنطلقهم الإنساني، هذا منطلقهم الإسلامي، هذا منطلقهم العروبي، هذا طيب ليش أنت إذن اللي يواليهم مثلا هذا معناه صار منحرف؟ ما أعرف شنو يعني هاي المقاييس اللي تشوفها. على العموم أرجع، إذن هؤلاء في واقع الأمر ما لا تتصور، يعني خيرة الله، الله عز وجل اختار رسوله الكريم واختار هالعترة هاي اللي هي عبارة عن امتداد إليه. هذول اللي هم عبارة عن امتداد إليه. أرجوك يعني لما النبي صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين، يعني شو يريد يقول؟ أنه من دمي هواي، أكو من دمه النبي صلى الله عليه وآله، أكو أولاد عم عنده وأعمام عنده وأولاد عنده ومن دمه، وينخلف ويختلفون ويا تماما، يختلفون عن الجادة مالته وعن طريقة وعن فكرة. لا مو قصده هنا من، مو للتبعيض، هنا من لبيان الجنس يعني للشنخية. يعني حسين امتدادي بأخلاقي، حسين امتدادي بمواقفي، حسين مني نعم وأنا من حسين. يعني هالخلق هالصفات هالمآثر هالنوبل هالسمو، نعم حسين يمثلني بيها يجسدني بيها، وبالفعل كان امتدادا طبيعيا. وأراد يوم الطف أن يجمع بين الاثنين، أراد يضع أيدي الناس على جانبين، على أني أنا ترى نسخة طبق الأصل عن الرسول في أخلاقه، وبعد وأنا أيضا في مظاهره أنا ابنه أحمله شكلا ومضمونا. بالشكل السوى وضع على رأسه عمامة لرسول الله، عمامة النبي الشحاب، أفرغ عليه درعا وأمسك بسيفه وركب فرسا لرسول الله ونزل إلى الساحة. وهذا المعنى اللي يريد الكعبي، ذات الفقار بكفه وبكتفه ذات الفضول، وأبو المنية سيفه، وكذا الشحاب أبو السيول، وقف وأمسك بردائه قال انشبوني من أنا ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي.
لك أنا ابن نبيكم، أنا نسخة، أنا امتداد رسولكم الكريم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ عند ذلك رشق بالسهام رشقة واحدة، ولما وقف الحسين هالموقف سمع بكاء في داخل المخيم، كأنه ما هان على أخواته الموقف شعرا بوحدة الحسين، وأن الحسين يلفت نظر هؤلاء إلى أداء واجبهم، غلبتهم الدموع، اختنقنا بعبراتهم. رجع الحسين مباشرة إلما إلى الوجه الذي عاش معه، إلى وجه زينب، مد يده إلى جيبه، أخرج منديله، جعل يمسح دموعها عن عينيها، وقال: تعزي بعزاء الله، أحست أنه ينعى نفسه. إن كانت تريدني أنسى أبطل النوح ونيني ذكراك من قلبي وخيد صورتك من عيني أيام الجنت وياك أنا غيك وتناغيني شبيد عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح خويا يا ثغر الرضاعة ويا الخويا تدايموي يا وجه العالم القايز ولو ينجلي همي يا جسم الذي برد ريحة والدي وعمي ويا عشرة عمر راحت وعمري من بعدها راح. ما بال الحسين الموقف معها، لأن موقف كان متأزم. الحسين امتلأ بالعاطفة بالألم، وهي رجعت تكفكف دموعها وظلت في داخل الخيمة، وصرع الحسين وجن عليها الليل، طلعت لبالليل بالليل عندما تناصف الليل، هدأت عياله وأطفاله وانحدرت إلى جسد أبي عبد الله. أخوي من عن صدى تحت ضلعي أخبي عن الشمات دمعي أضم ونتي حتى على سمعي أذكرك بنص الليل والعي حنت فلم ترى مثله النوائح إذ ليس مثل الفقيدين فقيدا نادت فقطعت القلوب بشجوها. لكن من انتظم البيان
ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.